مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع. اليوم حنتكلم عن موضوع قد يكون مهم لبعض الناس، خاصة المهاجرين الجدد اللي بيجوا على كندا او اجوا على كندا وبيسألوا عن موضوع معادلة شهادات طب الاسنان في كندا. طبعا احنا ماخذين على عاتقنا انه نحاول نبين لكم في سلسلة كيف الواحد يقدر يدخل في المهن في كندا، خاصة تلك المهن اللي بتحتاج الى لايسنس او سيرتيفيكيت او امتحانات. حنحاول نقدم لكم بقدر الاستطاعه، لانه المشكله بيصير في تغيرات، يعني زي مثلا طب الاسنان في تغيرات صارت حديثا، وعشان هيك بنحاول نجيب ناس فريشلي جرادويت او خلصوا المعادله حديثا. في موضوع الثانيه ان شاء الله حنقدر قدر المستطاع نحاول نجيب لكم ناس يحكوا لكم عن اشياء ثانية. اكتبوا لنا في التعليقات ايش المهن اللي بدكم، او اذا في حدا حابب يتطوع معنا يحكي عن هذه المهن، فاحنا طبعا بنكون فخورين انه نستضيفه يعمل شير للنولج تبعته مع الاخرين. اليوم طبعا انا بكل فخر واعتزاز حابب ارحب بصديقي واخي العزيز الدكتور يوسف عازر في معنا على كنار تي في. اهلا وسهلا فيك دكتور يوسف. اهلا وسهلا لك الجمال. اوكي دكتور يوسف خلص بمصر، خلينا هو يحكي عن حاله يمكن احسن، بدايته كيف درس وين درس. تفضل دكتور معك. اهلا، انا اسمي يوسف، 27 سنه. انا خلصت دراستي في جامعه مصر الدوليه في القاهره سبتمبر 2017 بعد ما خلصت الامتياز. جيت كندا هنا في اكتوبر 2017 وبدأت الجيرني بتاعتي بتاعت معادلة الأسنان. I came here as a كنت permanent resident وبدأت قصتي في تورونتو revolving mainly حوالين المعادلة. اوكي طيب، انت اول ما اجيت على كندا بدأت تعادل شهادتك أو حاولت أنك تعادل شهادتك بحيث أنك تدخل في سوق العمل. إحنا كنا بنسمع عن معادلة شهادات الطب بشكل عام في كندا شوي معقدة. احكي لنا كيف البداية كانت؟ شو أول خطوة سويتها عشان تعادل شهادتك؟ تمام. فهو حضرتك يعني أنا بتكلم from my personal experience based على مصر وإزاي الموضوع مش معايا. ممكن كل دولة، يعني أعتقد كلنا we fall under the same category. لما حد بيبقى international بيجي يقدم من by international I mean برا North America، برا أمريكا أو كندا for example، إحنا we considered non-accredited dental program. coming from Cairo, Egypt، أنا قدمت على أول حاجة بيطلبوها الشهادة بتاعتي أول ما اتخرج. and it's requested إن هي تتبعت straight من الجامعة. including يعني في documents، حاجات بتتبعت straight من الجامعة لل NDEB، وال NDEB ده هو البورد المسؤول عن معادلة الأسنان في كندا. وفي حاجات ال applicant هو اللي بيبعتها straight زي شهادته، زي كذا حاجة that's available on the website. ممكن أبقى شير معاكم كل required documents وكل حاجة بال specifically in details للي حابب يعرف أكتر. حضرتك فدي أول step، ان الورق والدوكيومنتس. بفتح الابلكيشن مع ال NDB equivalency process. اول حاجه في two types of documents دكتور، في types of documents لازم الجامعه ترسلهم دايركت لل NDEB اللي هو National Dental Examination Board. Thank you for the clarification. Yes. والشيء الثاني في أوراق لازم أنت ككانديديت ترسلها. مظبوط. طيب. وعلى الويب سايت يعني it clearly explains كمان in points الحاجات اللي الابليكنت يبعتها بالسبيسيفيكيشن اللي لازم يبعتها، whether لو في ترجمة، الترجمة ليها conditions معينة، الورق لازم يبقى notarized. notarized بتبقى as a kind of توثيق، بيمشي بسبيسيفيكيشنز معينة برضو، لازم تبقى متوثقه بطريقه معينه، لان NDB are usually very picky with the documents، ولازم تبقى sharply met الكرايتيريا في الريكويرمنت دي.
اوكي، اذا هذا الفايل عشان تفتحه في الـ NDEB هل بيحتاج تعمل يوزر نيم وريجستريشن له؟ يس، حضرتك بتفتح بروفايل، بتعمل ساين اب، يوزر نيم ريجستريشن، وبتدفع ال اند يو باي ذا بروفايل فيز. حوالي يعني لما انا قدمت it was around $1,000. usually fees دي بتغير it fluctuates بس within a small margin، يعني بتزيد او بتقل بشكل رمزي، يعني بدل 1800 او 1200 for example. حوالي $1,000 تقريبا، يعني خلينا for the example. yes yeah. Once حضرتك تعمل sign up، تفتح البروفايل، الخطوه اللي بعديها ان بيبقى في waiting time، ان هم يشوفوا في documents ويتاكدوا من ال validity ويتاكدوا من ال requirements that have been met، requirements of translation لو كان في ترجمه، requirements of notarization، الورق اللي بعت من الجامعة مظبوط، الورق اللي بعت من الابليكنت مظبوط. فالحاجات دي بتاخد حوالي على during my time it took me around 12 اسبوع. انا بسمع recently live updates since ان انا كنت لسه recently في الموضوع لحد 2019 قبل ما اخش الجامعة دلوقتي، ان it usually takes now up to 16 weeks كمان. أطول يعني. حاجة ده أول تغيير أنا سمعت عنه بالنسبة للبروسيسنج تايم. ويوجولي لو في ورقة ناقصة أو في حاجة مش مظبوطة في الورق، يوجولي it delays more the processing times. It can take even نفس عدد الأسابيع تاني. دي حاجة personally حصلت لي من تجربتي الشخصية، need a double processing time. بعدها حضرتك once the application gets approved بيبقى فيه أول امتحان. معلش قبل ما ندخل في الامتحان، في شغلة اسمها WES بنسمع عنها كلها اللي هي معادلة الشهادات، هل في داعي طبيب الأسنان يسويها؟ الWES معادلة الشهادات ممكن حضرتك توضح يعني من ناحية السؤال. ايه؟ في شغلة اسمها WES World Education Service بيسووها كتير ناس اللي بدهم يجوا يدرسوا في كندا أو بدهم يعادلوا مثلا شهادات ثانية، طبيب الأسنان ما في داعي يسويها أتوقع، صحيح؟ البورد هو اللي بيسوي له المعادله. اكزاكتلي exactly. البورد هو يعني as far as I know if I'm not mistaken NDB هو it's the only way to get your license in Canada and to practice as a dentist. It's the only way to تعادل شهادتك as an equivalency wise، تعادل your credits، even حضرتك لو specialty او متخرج من masters you would still need to go through NDB which is different tracks. هنتكلم عليها ازاي نعمل المعادلة، whether من طريق الجامعة، whether من طريق الإجزام، أو whether you are a specialist وحضرتك عايز pursue directly specialty program. As انت مش Canadian ولا native English speaker، بطلبوا منك اختبار اللغة؟ Okay. في my experience في الجامعة اختبار اللغة is mandatory as part of the application process في الجامعات. يعني لو انا قدمت على اي جامعه it demands ان انا بعمل التويفل او الايلتس. مش للفتح الملف يعني. لا مش لفتح الملف، بس upon finishing your exams I think upon finishing your exams let's say you took the exams route طريق الامتحانات حضرتك هتشتغل مثلا في اونتاريو، ف اونتاريو عشان تقدم حضرتك اللايسنس فيها محتاجه ان يكون في certain criteria of IELTS met. يعني يكون في امتحان IELTS ويتأكدوا ان الدنتس ده is ready for the market، ان هو you meet all kinds of ما فيش اي barrier communication او حاجة. واضح اوكي. انا استبقت الامور، سوري طلع الموضوع لا لا اوكي. طيب نبدأ في اول اختبار بدأ. فأول اختبار حضرتك بيبقى متكون، بيبقى اسم الامتحان Assessment of Fundamental Knowledge، وده بيبقى امتحان common ما بين both tracks بالنسبة للي عايز ياخد طريق الامتحانات. وطريق الامتحانات ده هوضحه دلوقتي حالا. هو عبارة ان بعد أول طريق اللي هو AFK Assessment of Fundamental Knowledge which tests you في كل حاجة عن أسنان، معلومات عامة كلها in general about for example specialties زي orthodontics زي perio, periodontology زي
جميع الاقتصاد fix prothesis, removable prothesis, it just tests احنا جينا منين من جامعات. و if we know how to use evidence based and reference based information بحيث ان احنا نتارجت ال questions بتاعتهم, they have a question bank and ال questions دي لازم تبقى approach بطريقة بحس ان كل حاجة تبقى reference and evidence based, مش بيبقى ليهم information bank معين لازم that we should be mindful of واحنا بنذاكر ال process. إذن إذا هذا الامتحان فيه له داتا, يعني ممكن تروح وتقرأ من هذه ال database تبعتهم. مضبوط, بيبقى فيه كذا textbook that they reference to. يعني for example if I can give an example بالنسبة للorthodontics في profit textbook. طبعا لما قلت textbook دي حاجة ممكن تخض, أنا طبعا مش بقول إن إحنا نمسك textbooks ونقعد نذاكر وكذا. يعني أنا personally أخذت coaching وtutoring, ممكن privately لو حد عايز يتكلم معايا. ما فيش حاجة أحسن من حاجة, ما فيش coaching institution أحسن من coaching institution أو أي حاجة, بس أنا حسيت إن دي حاجة سهلت لي إن أنا إزاي أتاكل الامتحان ده in the most efficient way وأدايركت كل my efforts صح, rather than يعني أقعد أذاكر مثلا في حاجة that's not gonna lead me to the result اللي أنا عاوزها. هي هاي المشكلة دكتور, يمكن إنه في ناس كتير بشعروا إنه الماتيريالز كتير واسعة لما بعطوك إياها عشان تدرس فيها, فبشعروا إنه يعني بدها وقت كبير, يعني بعطوك حوالي 10 كتب 15 كتاب بس عشان تدرس على AFK. مظبوط. وأهمية الامتحان ده بالذات كمان يعني لو حد مثلا هياخد طريق الجامعات ف he's okay with the passing grade which is 75 درجة النجاح. طريق الامتحانات ده بيبقى once ان حد عداه 75 بيخش the second step which is assessment of clinical judgment. والassessment of clinical judgment ده بيبقى نفس الفكرة, multiple choice برضو, short one word short answer مثلا. It's based على clinical diagnosis, treatment planning, X-rays بنشوفها. معلش دكتور, أنا بس بدي أوقف على الـ first phase. أكيد الآن الـ first phase حكينا إنه هو امتحان تقريبا general, معظم الشغلات اللي فيه general, بطلبوا pharmacology كمان وشغلات زي هيك. بالضبط. اللي أنت سويته, بداش نحكي إنها نصيحة, أنت اللي أنت سويته رحت أخذت بعض التوترينج أو الطريقة اللي هي إنه preparation لهذا الامتحان عن طريق أحد المؤسسات أو أحد الأشخاص. كلفت كتير هذا preparation؟ تكلفة. تمام, ده سؤال كويس حضرتك. أنا بحاول أفتكر بالضبط, يعني تقريبا roughly it greatly okay. يعني my experience it was around I think 3,000. Okay. But it greatly varies around مثلا 500 في courses from as low as 500 to as high as 4,000 for example. Okay. والاختبار نفسه كم سعره؟ تقريبا تقريبا I think recently now حوالي 800 دولار. At my okay. time it was 1000 دولار بال AFK. Okay. And also confirming the application fee دلوقتي هي 900 دولار. أنا لسه جايبها reference من الويبسايت نفسه بتاع الـ NDB. فالـ application is $900 and the first exam is $800 الـ AFK. Sounds good. Okay. So هذا كم مرة بتقدم بالسنة دكتور؟ حضرتك ممكن أي وقت تقدم في أي وقت. بالنسبة للـ application profile بتقدم في أي وقت في السنة. إن حضرتك تاي register for an application recently دلوقتي due to COVID واللي بيحصل واللي slowing down of العالم in general, they stopped processing يعني accepting new applications until further notice. Assessment of fundamental knowledge ده بيبقى بيتعمل مرتين في السنة, مرة في فبراير ومرة في أغسطس. بيتعمل مرتين في السنة, ومش شرط بس في كندا. يعني أنا as far as I know لحد ما وصلت في 2018-2019 أنا لسه في process, كان ممكن يتعمل في لندن, كان ممكن يتعمل في دبي if I'm not mistaken, نيوزيلند. ففي if you look up upon the website ممكن تلاقي كذا بلد
بتهوست الامتحان. بس هو بيكون نفسه طبعا، ما في فرق بين. بيكون exactly هو. And they shifted online كمان. Mine was paper based. دلوقتي due to COVID والpandemic they took the electronic approach. Sounds good. Okay. طيب الآن إذا خلصنا هذا الامتحان، حكيت هو في base mark أو passing mark اللي هو 75%. Yes. Okay. إذا أنا نجحت وجبت ال 75 where I go. اوكي ف 75 ده وي اجريد او احنا اتفقنا ان ده الستاندرد مات بتاع اول امتحان. فساعتها بيبقى الواحد عنده طريقين، يعني لو انا اقدر ارسمها كده هيبقى طريقين. وانس اي باس الاكزام ده، جيفن ان انا اي اونلي هاد ا باسنج جريد، طبعا احنا عندنا من اول 75 لحد 100، يو كان جيت اب تو 100 في الاي اف كي، يعني ات هابنز تو. فا ات ديبندز اون هاو كومبيتيتيف يور سكور از ذس يير. So let's say if it's not a competitive score, إن أنا for example أقدم على جامعات، لأن الجامعات في حوالي 8 جامعات في كندا they offer programs سنتين لتلاتة، وده الطريق اللي أنا أخدته. والسنتين وتلاتة دول they بيغنوك أو they compensate for the other two exams that you have to take after the first exam. And I'm trying to contrast، بحس إن أنا أقدر أقارن ما بين الاثنين if I'm not يعني خلينا نأخذ واحد واحد دكتور عشان نكون واضحين. خلينا نأخذ الباث تبع اليونيفرسيتي. أوكي. فإحنا اتفقنا إنه once I pass the exam university for example بيبقى ده أول key requirement university محتاجة. ففي حوالي 8 جامعات في كندا، وبتبقى the application process بتاع تقديم الجامعات بتبقى عبارة عن إن بتبقى نفس الفكره بتاعه الان دي بي، وحضرتك بتفتح بروفايلك بتبعت لهم your transcript، بتبعت لهم your assessment of fundamental knowledge grade. Some universities زي مثلا for example Western Ontario زي Alberta University زي Dalhousie they require a practical exam with the interview and some only require interview which is composed of a multiple يعني زي interview process زي تورونتو ماجيل، they only require interviewing like an interview process. There's no practical exam included with it. فوانس حضرتك ممكن حضرتك تسألني سؤال، طب ليه الجامعة؟ يعني ليه واحد هيكون عايز يخش جامعة سنتين تاني ويدفع الفيز بتاعت degree completion program؟ ده الثمان جامعات اللي موجودين they offer a degree completion program. ده ميزة a degree completion program ان an internationally trained dentist بيبقى عنده فرصة ان هو يتخرج ب degree doctor of dental surgery، ودي ما تعادل الستودنت اللي دخل pre-med هنا وقدم على طب وتخرج بطب من هنا بيبقى زيه they're exactly the same they graduate with the same license. On the other side الطريق الامتحانات بيبقى two main exams in compensation for the degree completion program في الجامعة. بيبقى امتحان، أول امتحان بيتست your treatment skills your treatment planning your diagnosis والحاجات دي، وثالث امتحان بيبقى assessment of skills بيبقى hands-on practical بيبقى around six projects وبيبقى dentist has to meet a very specific criteria and very strict criteria كمان when it comes to the clinical skills. هذا example, هذا البارت بيكون صعب شوي على الدنتست. Yes بتبقى طبعا انا مش I'm not saying it in any pessimistic way خالص. It is doable واي حد يعني if they follow the correct mindset of the NDB and if they follow the correct the correct advice and the correct protocol is on how to approach these exams. It's doable at the end of the day. يعني for every exam it has its key. That's what I believe. Okay. في preparation لهدول الexams, the two exams? Yes, it's highly recommended. بالذات لل ACJ وال ACS, which is which stand for in ACJ assessment of clinical judgment,
ده السكند ستيب اللي هو فيه تريتمنت بلاننج ودايجنوزس، والاي سي اس اللي هو اسسمنت اوف كلينيكال سكيلز ويتش از هاندز اون بروجكت زي كلاس 2 فور اكزامبل امالغام اول سيراميك ريدكشن. طبعا انا بكلم كومبوزيت يا يس بتبقى بروجكت اساين ليك ومتقسمه بروجكت دي كرايتيريا جريدنج لازم تباس سيرتن ستاندرد عشان ذس بروجكت بي successful او they give you the passing grade. واكيد sterilization والامور هاي طيب دكتور قديش تقريبا اذا عندك معلومه يعني أجي انت ما دخلت هذا الباث بس ما دامنا بدينا نحكي في الامتحان الثاني والثالث قديش تقريبا التكلفه تبعت الامتحانين هذول للبورد؟ اوكي لا سوري ممكن حضرتك تعيد سؤال عشان البورد قديش تكلفه الامتحان الثاني والامتحان الثالث قديش التكلفه اللي البورد بيطلبها قد ايش in terms of fees or time fees 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 yes sorry fees okay okay thank you okay فبالنسبه للassessment of clinical judgment بيبقى حوالي 1350 Canadian dollars بالنسبه للassessment of clinical skills which has seen a bump or increase in price recently وهو بيبقى حوالي 9000 Canadian dollars بالنسبة للassessment of clinical skills. هدول في إلهم numbers إنه لا سمح الله أنت رسبت فيهم تقدر تعيدهم أكثر من مرة ولا في 10 مرات ولا 3 مرات؟ Okay, as far as my knowledge, لحد ما وصلت 2018, it was 3 times كل امتحان. الAFK, الACJ والACS. كل trial بيبقى ليك 3 مرات in each. Statistics wise, usually the difficulty بتبقى في الـ ACJ والـ ACS. People manage إن هما يعملوا الـ passing grade بتاعت الـ AFK, which is 75. Then it gets a bit more, I don't want to use any words إن هي ممكن يعني تخلي موضوع صعب, لأن هو مش صعب, exactly. هو مش صعب, هو بس it needs a straight and sharp approach. طريق المعادلة في كندا مش it needs dedication يعني that's it. زي ما حكيت دكتور في بعض المؤسسات اللي بتساعد أو بعض الأماكن المدارس اللي بتساعد ال preparation على الامتحانين هدول. Do you have an idea بال price اللي تقريبا بأخذوه لهذا ال preparation؟ تمام حضرتك. هو يعني كل institution بيبقى based على الكورس يعني based لو مثلا coaching لل AFK, coaching for ACJ, coaching for ACS كل course بيبقى ليه ال fee بتاعته وال preparation materials بتاعته وال dates. يعني my AFK training lasted almost I think 5 months or 6. ACJ بيبقى usually مدة أصغر بتبقى حوالي شهرين أو 6 أسابيع يعني whether بياخدو crash course أو over a relaxed period of time. ACS has an average training of في ناس بتتمرن up to a year and a half أو 6 months. في ناس بتعمل الثلاث امتحانات في 9 شهور, في ناس بتعمل الثلاث امتحانات في 3 سنين. It's all about يعني how you approach it and how you prepare it. If you ask me, طبعا بالنسبة لل ACJ وال ACS, طبعا I would recommend I wouldn't say coaching, but some kind of help. Then it's a competitive credential process, and you need to be on top of your game. And I'm being honest too, عشان and realistic. طب دكتور يعني في سؤال مهم جدا هون. أنا سمعته إنه في last exam بدك تجيب الماتيريالز والتيث تبعتك والإنسترومنت. هل هاي طبعا كلها مكلفة, هاي اكسترا كوست عليك؟ مظبوط. ممكن اكلمك حضرتك عن from my personal experience both tracks are considered يعني on the long run are considered an investment I would say. I wouldn't say the word, مش عايز استخدم كلام زي debt, مش عايز استخدم كلام ممكن ما يشجعش الواحد. انا عايز استخدم كلام ده كinvestment لان dentistry هنا as a career
بدايتها بتبقى I know it might sound rough, sound حتى I'm not saying, بس at the same time once you put in the effort and the cost and the fees والحاجات دي, في institutions بتساعدك, في immigrant access fund لل PR Canadians اللي لسه جايين, في دلوقتي بنوك بتساعد ال foreign trained dentists, بتدي line of credit, بتدي loans, بتساعد ال people who recently immigrated أو حتى not recently immigrated as long as they're Canadians can be supported by the credit system هنا. It can help a lending hand meanwhile لو حد مش لاحق يشتغل مثلا أو مش لاحق you put up with the challenge of the process. ف back to حضرتك كنت بتسألني على حتة معينة, sorry I don't know if I did it. Yeah, it was clear إنه الموضوع التكلفة لل cost تبعت ال courses اللي ممكن تأخذها as preparation. تمام. أنت حكيت عن الوقت بس ما بعرف إذا عندك تكلفة عن ال preparation courses هدول. Okay. Roughly يعني أنا عارف إنه الأرقام تختلف من سنة لسنة ومن مكان لمكان بس roughly. Roughly okay. ممكن for example for the ACS I remember an average of prices it was around 6,000 to 8,000 just for the coaching. Clinical skills طبعا عايز instruments, عايز لأن الانسترومنت دي الدكتور هو بياخد شنطته وبيروح بيها الامتحان, هي دي الانسترومنت اللي هو يستخدمها. ف it can cost برضو up to another 5,000 مثلا to up to 10,000 depends حضرتك هتجيب loops, هتجيب contra, هتجيب materials هتستخدمها, هتجيب handpiece low high handpiece. ف roughly yes there would be an average cost of instruments around 10k 5k 5 to 10k. The courses clinical judgment it might be around 3,000 مثلا for coaching, and والامتحان نفسه I think we mentioned 1,350. Then the third part, the third exam for 9,000 for the exam, and for the coaching I thought that's the most expensive one, around 6,500 مثلا, 7,000 plus materials. Plus materials, which is, yeah, okay. Depends on where you buy it and how you buy it. Yeah. Exactly. اوكي طيب في سؤال احنا حنرجع على موضوع اليونيفرسيتيز لانه يمكن غاد الكلام راح يطول, لكن في سؤال من مثنى بقول لك تحيه طبعا لك, هل تنصح بالعمل اولا وتقويه المركز المالي للقادمين الجدد ام البدايه في معادله الشهاده فورا؟ اوكي ذات سؤال كويس قوي. بص حضرتك هو يعني انا I don't recommend حاجة معينة أو mindset معينة, أنا بتكلم personally من خبرتي أنا الشخصية. أنا كيوسف أنا I was very centered على موضوع degree completion program في الجامعة and knowing how competitive it is مثلا إن أنا لازم أعدي أول امتحان not just pass بس كان لازم I keep up a certain standard of scores بحيث إن أنا أبقى في pool of applicants في الجامعة. أنا اشتغلت يعني اشتغلت part time, اشتغلت في different stores, اشتغلت شغلانات ملهاش علاقة بالفيل بتاعي. I got exposed لحاجات كتير, اتعلمت حاجات about the Canadian culture and integrating in the Canadian culture. طبعا it helps, بس لو it will stop you from إن حضرتك to perform on your exams and to perform on your mindset, يعني لو دي حاجة هتعطلك يبقى الشغل طبعا بيبقى very challenging. يعني I would recommend working part time not full time given in how challenging the process is. واتوقع انا سمعت انه هاي الكورسز it's intensive يعني from 8 to 6 sometimes to يعني more than full time. Yes يعني انا مثلا كان كورس تاعي كان ممكن يقعد من 9 أو all the way until 4. احنا ممسكين حته بس part of it. ف I know people عملوا مثلا اول امتحان لوحدهم and they got the same score, they got amazing scores actually, they got the release questions bank, they started tackling every question واستخدموا references اللي على الويب سايت and they started answering every question according to the references اللي موجوده to confirm the answers.
بس هو ده الكورسز اللي بتعمله. To confirm, أنا بس the confirm شغلة لأن أنا طلعت عليهم البنك الأسئلة اللي موجودة بدون أجوبة صح؟ موجودة بدون أجوبة ودي برضو it's a challenging process. Yes yes لأنك أنت مش عارف شو الجواب الصح عشان ترجع له back to check your knowledge ولا لا. يعني هذه كانت أحد الشغلات اللي تكلمنا فيها. Anyway دكتورة روبا بتسأل الإنجليش how much is English is important to pass these exams or most of these exams are technical exams. يعني بتسأل الدكتورة إنه واحد عنده intermediate English can he pass these exams if he study. Okay بالنسبة كإنجليش as يعني إحنا لو بنتكلم professional or business wise English as وأنا بقدم English helps in the interviewing process طبعا spoken English and how let's say أنا بقدم whether any university even those who require لا لا بالإكزام عم بحكي عن الإكزام هلا أو بالإكزام okay if we're talking about English as a skill أو asset بتاعت حضرتك أو حضرتك في الامتحان نفسه في certain scientific terminologies أو طريقة بيحطوا بيها ال multiple choice question that it's شوية you need to pay attention to the English شوية how it's worded. يعني في كلام في الـ MCQ مثلا which is the multiple choice question ممكن يستخدم كلام في الإنجليز زي this material never or this material always. في حاجات can be misleading not because our lack of information as inter, يعني as إن إحنا متمرنين internationally but might be out of misperception في الـ language. فطبعا English I would say is important بس not يعني it's not يعني a requirement in حضرتك تبقي يعني as proficient و يعني scholar في ال English language in general يعني. But it's important طبعا to reflect on the questions and see how it's framed in English. Sounds there's good. French as well يعني لو بالنسبة للفرانكوفون ممكن يعملوا الامتحان بالفرنسي برضو. It's available in both يعني both in okay. AC Yeah. So هذا الإكزام both languages. Yes. Okay. So الأشخاص اللي بيتكلموا لغة فرنسية ما عندهم مشكلة أيضا إنهم يتقدموا فيه باللغة الفرنسية. بالفرنسي exactly. و equivalent الإنجليزي والفرنسي ولا بيختلفوا الأسئلة؟ بتبقى I think لا I think equivalent it's exact equivalent. Okay. الإنجليزي والفرنسي ولا بيختلفوا. طيب سؤال القادم دكتور خلينا نرجع لما احنا اذا حكينا خلينا نلخص سريعا في اول امتحان اللي هو AFK هذا الامتحان هو اللي بعطيك المفتاح عشان تدخل بعد طبعا اول شيء الريكويرمنت الاولى اللي هي بطلبوها عشان تفتح ملفك هاي لها فيز وفي تو ريكويرمنت لازم تنبعت واحدة من الجامعه وواحده منك بعدين بس يخلصوا هم الماتيريالز تبعك ويقولوا لك انه كل الاوراق تبعتك جاهزه بتقدر تتقدم على امتحان الاي اف كي او الاسسمنت اوف فاندمنتال نوليدج. حكيت لنا تقريبا $900 الان المبلغ تبعه في له بريبريشن يو كان بريبير يور سيلف سواء لحالك او عن طريق شركات او مؤسسات موجوده بتساعد في هذا الشيء او مدارس خاصه. بعدين في تو باث حكينا عن الباث الاول اللي هو في امتحانين اللي هو ACG والثاني اللي هو ACS اوكي الACG والACS لهم برضو فيز تقريبا بين 1300 للACG وحوالي 9000 للACS مظبوط اوكي بلس في عندك اذا بدك برضو to prepare yourself you can do that الACS هو اكثر واحد بكلف للpreparation بيعتمد على المكان اللي بدك تسوي فيه preparation لأنه في كمان material لازم تشتري أشياء to invest in yourself عشان تتدرب عليها مظبوط تلخيص واضح perfect أوكي الآن ننتقل للثاني اللي هو الباث اللي أنت أخذته اللي هو الجامعة بدأت أنت تقول لي أني أنا اخترت هذا الباث لأنه أنا بتخرج من بشهادة كندية من جامعة كندية بتصير زيك زي المتخرج من كندا ممتاز طيب أول شيء
الاكسبتنس فيه. حكيت لنا في 8 جامعات في كندا بيستقبلوا هدول الطلاب، صحيح؟ مضبوط. هل الارقام مفتوحه للجميع؟ يعني اي واحد بيقدم في مثلا 100 مقعد ولا في مقاعد كتير ليميتد؟ اوكي، ذاتس ا فيري جود كويشن. لان كل جامعه فعلا ات فلكتويتس ان تيرمز اوف سيتس. اي ويل سبيك بيست ابون انفورميشن، يعني لحد ما انا وصلت في السنه اللي انا كنت فيها. نعم. If we're gonna give practical examples عشان أوضح الموضوع، let's say for example يعني Dalhousie University last year it was accepting 4 students. Western Ontario University was accepting around 20 students. University of Toronto was accepting 24 students. McGill University was around 2 to 3. Oh, bus. Okay. Yes, I'm just giving زي mock كده أو just a realistic scenario of the seats per year. بحس إن إحنا نقدر نجيج ال effort أو the competition level that we're speaking about. مثلاً ألبرتا I know إن it takes 10 plus. I'm not sure 12, 15. ألبرتا has a decent chance as well. كل المين، يعني I would say the main determinant to have a good chance in the pool of applicants هي it's the first exam. I would say it's 75% of your chance to get an interview call. It's all 75% of it. يعني I'm not, this is not a precise number. Yeah, it's roughly, it's based on your AFK. So my average of scores this year, I've seen people getting invitation with 84%. I've seen people getting invitations with 87%. I've seen people with 97%, for example, not getting invitations in this university, but getting invitation in that university. So the score is the main determinant, but at the same time, برضو في حاجات زي your extracurricular work or your CV in general. What you did in your life, where you worked, what you participated and volunteered in. Research is extremely valued for جامعات هنا. It's a very important asset. If someone's a researcher or عمل master's or عمل حاجة that's academically of value, جامعات زي University of Toronto or جامعات زي McGill, for example, they really appreciate your contribution to science and evidence-based approaches. طبعاً on the side غير السكورز والترانسكريبت بتاعتك. فممكن واحد مثلاً عنده good record في scientific paper وما أخذ 75 ينقبل؟ I can't say for sure. يعني ما أقدرش I can't give you my word أقول لحضرتك 75 is excluded or included or he has a good or bad chance. At the end of the day هي بترجع للمقيم institution. And to be honest, no one knows the criteria, how they choose, what do they want. I would be misguiding you if I said, for example, this university wants this and this and that, or this university wants this and this and that. It's a very ambiguous or مش واضحة the success criteria exactly. طيب دكتور هلا كل طب انا ممكن اقدم على 8 جامعات صحيح ولا لا؟ مضبوط. بس كل جامعه لها ابلكيشن فيز ولا اتس وان ابلكيشن في للكل؟ ذاتس اوكي ذاتس ا جود كويشن برضو. لان فور اكزامبل في جامعات دي هاف ذير اون بليسمنت براكتيكال اكزام. اوكي. يعني انا مثلا فروم ماي اكسبيرينس ثاني جامعه زي مثلا مانيتوبا ذير اكزام كوست $1,300 the practical exam بتاعهم including an interview including كل حاجة. Western Ontario they have a PLA exam. PLA ده بيبقى bench test برضو has different projects. It costs around $1,600. Alberta have their own برضو exam. It's around $2,000. These are all rough numbers. يعني if you if you go to Google, a very important يعني a very helpful tip. We're talking about the degree completion program. لو احنا كتبنا degree completion program وكتبنا universities in Canada,
I think it will show up كل university وكل criteria وكل document required وكل how to approach it. Then you have to apply wisely. يعني إذا أنت شايف وضعك أفضل في هاي الجامعة أو العدد يا يمكن عشان هيك في ناس مثلا أقل بتقدم على مجيل لأنه عدد المقاعد عندها 2-3 ماكسيموم, هاي الأرقام مش كبيرة يعني. Yes. But what I recommend in you shouldn't narrow or limit your options given how tight seats are per year. One shouldn't limit his options لجامعة واحدة. يعني هو زي إحنا بالمصري كده بنقولها افرش ورقك. يعني خليش بيضك في سلة واحدة يعني. يعني يعني ما تخليش بس سلة, يعني افرش ورقك في كل حاجة, لأن فعلا you don't know هي هتيجي منين. ممكن تبقى فاكر انا تورونتو دي بتاخد 20 plus, تلاقي ان you got accepted في ساسكاتون او ساسكاتشوان which takes 3 or 4 مثلا. اوكي, اذا انت قالوا لك اوكي في عندك الان انترفيو, بتروح على الانترفيو بقابلوك. في بعض الحكايات الجامعات عندهم كمان امتحان over the interview او مع الانترفيو. الانترفيو عادة بيسألوك اسئلة. انت رحت قابلت صحيح؟ انت عملوا لك انترفيو. يس. الاسئله اللي سالوك اياها جنرالي عن دنتستري ولا just to see your character؟ اوكي. يوزلي هنا الجامعات they take the mindset approach of we're here to teach you. يعني احنا هنا مدينا بروجرام سنتين. We want to know you're keen فعلا for education, you're hungry for knowledge or for science. Your دماغك can adapt to our academic environment. So most of the questions are not based on how good of a dentist you are or your kind of information. They've already seen that. So I will امتحان انت عملته and they see your scores, they see your grades. Most of the stuff, in my opinion, يعني برضو, I think it's all about, يعني it's not all about, but a matter of interpersonal skills. How you carry out yourself, your communication skills. They might, for example, امتحان زي for example يعني two universities they have the interview process بتاعهم in an MMI format. The MMI format ده it's called multiple mini interview format, where it'll be a case based scenarios. يعني ممكن حضرتك تتعرض لـ scenario and it's an actual life scenario and they want to see how you would how would you interact or how would you act to a certain situation life as an acting. Okay. مش medical, مش dental scenarios, مش I haven't came across any tangible, يعني my dental information, in other words, haven't been put the test during an interview. It's all about your vision as a dentist. It's all about what you want to contribute in the community. How are you planning to integrate with your fellow already existing students, for example? So it's more about interpersonal. أعطي مثال أنا على هاي الأسئلة لأنه كنت أسألها أنا في الجامعة لما كنا ندخل الطلاب. إنه exactly. أنت مثلاً صرت dentist وأنت قاعد على الشير وعم تطلب من النيرس إنها تعطيك نوع من الانسترومنت أو تعطيك ماتيريال. أعطتك ماتيريال غلط أو انسترومنت غلط, رجعت قلت لها لا مش هذا الصح, عطتك واحد تاني غلط, بعدين طلعت عليها وقلت لها what's happening, بدأت تعيط هي وتقول لك I had a break with my boyfriend or whatever, وطلعت من الغرفة و she left you with your patient. شو بتسوي؟ What's your reaction on this? هل بتروح بتطلع بهدلها؟ هل بترجع بتكمل مع البيشنت patiently وبتخلص كل الأمور لحالك؟ هل you raise it to your supervisors, the clinic supervisors؟ Judgmental, case-based, situational. It's يعني not all universities get a fee. For example, other universities, they have a panel interview standard. Tell me about yourself. Why this university? Why do you want to be a dentist? Why, for example, this city? Why did you not decide ان انت تاخد طريق الامتحانات؟ ممكن يعني there's no predictable set of questions الواحد ممكن يحفظها أو يتمرن عليها, but there is
a certain way to polish or deliver how you present yourself to be your best self للجامعة دي, you know, that's what they want. Okay. طبعا وصلنا إن شاء الله وقالوا لك you are accepted. الآن أنت بتدخل مع طلاب السنة الرابعة. ولا حسب. طلاب سنة تانية. DDS 2, Doctor of Dental Surgery 2. Okay. بيبقى بروجرام من سنتين لثلاثة. Recently في ترند ان degree completion program في الجامعات بقى 3 سنين, زي جامعة Western Ontario, زي ألبرتا soon, وزي دالهاوزي. They shifted to the 3-year approach, so they start from the beginning of the second year until they graduate. They finish DDS 2, DDS 3 and DDS 4. Okay. في جامعات for example only 2.5 years, زي مثلا for example Toronto. In my case أنا ببدأ في يناير 2020 وهتخرج في 2022, سنتين وستة أشهر بالضبط. فهي بتبقى كل جامعة وليها يعني not less than 2 and not more than 3. اوكي. طب دكتور هذه السنوات قديش بتكلف تقريبا per year؟ So it can range anything from 140,000 for the whole program to 250,000, depends on the number of years, a city that's located in. في cities أغلى من city, يعني for example أكيد مانيتوبا مثلا it's not going to be the same prices as Toronto, living expenses wise, rent wise. So I would say 140 to 250 program fees plus living expenses too, where you have to rent, you have to living fees. No. Sorry, أنا شايف في ناس انصدموا. يس, هذا طبيعي. من 140,000 لنحكي 250,000 بس للدراسة, وغير هيك بعد هيك بدك الحياة واللايف اكسبنسز. فهذا هو المبلغ طبعا العالي في الموضوع. طبعا في سؤال دكتور بيسأل أسعار المعادلة, معادلة الشهادة بتخصصك, بتخصص أسنان, تختلف من مدينة لأخرى؟ لا, المعادلة اللي فهمته منك إنه هو بورد واحد في كل كندا, ما بتختلف بين المقاطعات. It's the same fees for exams. اللي بيختلف طبعا إذا بدك تدخل في الجامعة بيختلف من كل جامعة لجامعة, بس الإكزامز the same fees لأنه هم بورد واحد. كيبيك نفس الإشي دكتور؟ Sorry, last question. كيبيك. كيبيك, I think yes, it's the same prices. لأن كيبيك برضو they go through NDB بس in French technically. It's the same process بالضبط. Okay. نفس الفيز. مجبرين بالفرنش ولا they can also choose? No, they can choose. Okay, they can choose. Yes. طبعا في سؤال هون, ايش اسباب ارتفاع اسعار اجور اطباء الاسنان, وهل من تغطية معينة تشمل طب الاسنان؟ التغطية يعني هو سؤال يمكن بيبتعد عن المعادلة, بس التغطية بتكون مش من الحكومة. يعني الحكومة, هذا سؤال ثاني, يعني أنا ممكن أشرح عنه شوية سريعا دكتور بعد إذنك. طبعا التغطية في نوعين من التغطية في كندا, في ذوي الدخل المحدود والرفريجي إلهم تغطية معينة عن طريق معين, بيقدموا على برامج معينة وبأخذوا سيرتيفيكيت معين, بروح على أطباء معينين, هذه تغطية لأشياء معينة. النوع الثاني من التغطية هي تغطية اللي عنده إنشورنس, اللي عنده إنشورنس سواء بيشتغل عن طريق الشغل تبعه عن طريق الحكومة أو هو شاري إنشورنس. أما غير هيك بدفع على حسابه. اللي ما عنده إنشورنس بدفع على حسابه الأسنان والعيون, نظارات يعني, غير مغطاة في الطب في كندا. أما باقي الأشياء تقريبا مغطاة, إلا مثلا كمان الأكوابانكتشر, المساج ثيرابي, الكيريوبراكس, هاي كلها مش مغطاة. أسعار الطب هون عالية, هذا سؤال جيد, ما بعرف إذا بتعرف السبب دكتور. أسعار كتريتمنت ممكن تكون مرتفعة. Yes. Yes. Usually because يعني من اللي أنا شفته from the market والinstruments والmaterials والحاجات دي,
it's very costly. يعني الأدوات اللي بنستخدمها، التكنولوجي دلوقتي في الدنتستري، الماتيريالز اللي بنستخدمها. طبعا I would say it's very costly كinstruments. دي أول حاجة. تاني حاجة it's a very respected profession هنا. It's a very, they take it very professionally and very seriously. مهنة الأسنان هنا زي أي دولة في العالم طبعا. بس it's only a limited number. يعني for example كل سنة it's due to its competition and due to the nature بتاع الجوب نفسها and how في requirements كتير قوي to meet up standards in infection control, to meet up standards in patients, well, for example in mall insurance والحاجات دي. دي كلها حاجات بتraises the fees and بتواجهنا احنا كدنتس. therefore فعشان profit margin، يعني انا ما اشتغلتش لسه practically، بس كبروفيت مارجن وايز ات وود ميك سنس طبعا ان فيز الاسنان تبقى مرتفعه في نورث امريكا، بالذات امريكا وكندا. اوكي طيب دكتور، الان خلصنا احنا من الامتحان وخلصنا من الامتحانات هذولاك الواحد زائد اثنين حكينا عنهم، او خلصنا من الجامعه تخرجنا، الف مبروك كل عام وانتم بخير. ماذا بعد ذلك؟ بنروح على السوق؟ تمام. بيبقى دي الخطوة تاني التو تراكس بيتقابلوا فيها. احنا قلنا هم احنا اتقابلنا اول مرة في الاسسمنت اوف فاندمنتال نوليدج قبل دي yes. بالظبط. فدي تاني بتقوم راجعة at the same one option which is امتحان البورد، بيبقى بنسميه الاوسكي. وده أوسكي. بيبقى yes okay. I would call it it's AFK twin. يعني it's I would say إن هو نفس الفورمات، بيبقى multiple choice question testing your general knowledge. Once you're over three exams دي أو over طريق الجامعة، there shouldn't be a worry much about the board exam since you already have established the mindset أو knowledge of information required for you to be a professional in North America. فمش challenging خالص. فمش عايز أسميه امتحان عشان إنهم حاطين الناس أو it's just a certification بتعملها في الاخر and it goes يعني if you pass it's easy three, it's easy yes, it's 99% you're 90% to be realistic you're done. شو التكاليف هاي الاوسكي دكتور؟ I'm not sure that's a good question actually but I think I'm trying to look up دلوقتي حتى وانا مع حضرتك. اوكي okay. I can't find any information, but if I figure out something, I can always submit it to you. And sure, no worries, no worries. طيب الآن خلصنا الأوسكي وكل شيء تمام. أنا صرت license الآن ولا لا؟ Yes. حضرتك بتبقى once you get your license, تقدر حضرتك to practice in the dental market. أنا لسه مصرتش طبعا لمرحلة دي. مش proficient enough knowledge wise but anywhere ولا بس في البروفنس اللي انا عايش فيها. I think حسب البروفنس يعني every province has its licensing يعني for example if you're licensed you can be licensed in Toronto, you can be licensed sorry in Ontario, you can be licensed in Quebec. So every licensing provincial على مستوى المقاطعة نفسها ليها their own regulation. I think. I hope I'm not mistaken, but. وطبعا في عندهم fees وفي عندهم ال insurance اللي بدك تدفعه عشان ال practical insurance بسموه شيء زي. Yes. Okay. واضح. طيب يعني إحنا الوقت بداهمنا. في سؤال من الدكتور منير قاقيش. دكتور منير قاقيش طبعا من الأعزاء اللي كان طبيب العائلة وأنا صغير في الأردن. طبعا بحكي خارج عن موضوع الامتحانات والتكاليف الباهظة والمعادلة، ما العبرة من عدم وجود مغسلة صغيرة بجانب السرير أو الكرسي لغاية المضمضة كما تعودنا عليها في الشرق الأوسط. ده سؤال صعب. طبعا الدكتور بحاول أنه ينكش الموضوع فكاهة. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفتنا. أهلا بك. وإحنا طبعا مبسوطين أنك بتتابعنا. طيب دكتور الآن يعني في سؤال يمكن بنسأل في الناس،
بعد ما أخلص أنا هذا الاختبارات هل أروح أفتح عيادة أسنان زي في بلادنا معظم الأطباء الأسنان بيفتح عيادة يعني، أم أروح أعمل براكتس عند طبيب أسنان في الماركت وأشوف الماركت؟ What's your opinion? How does it work? Generally speaking, الصورة اللي أنا شايفها قدامي people start for example ممكن مثلا لو تخرجوا من جامعة they apply for residency إن هم بحس إن هم ياخدوا خبرة في المستشفى for a year أو حاجة أو towards اختصاص هم عاوزينه. في ناس can work as associates طبعا salary wise it depends كل مقاطعة ليها wages معينة ليها salary annual salary معين as an associate. The more you go rural, يعني the more you تبعد عن the center of town, the more inconvenient it is طبعا عشان مش زي الحتة ال central. قديش approximately dentist بيعمل في كندا؟ It's an interesting question. أنا أعتقد يعني based on Google يعني it's a simple. I think the median or average was around 120,000 to 140,000 per year that as an associate. Which people start with, and then they once they start saving up the money and whether they start developing a sense of how the Canadian dental market works, وفهموا the experience as a dentist, they start running their own practices, طبعاً which is I would business. Say طبعاً more profitable than being an associate. طبعاً أنا فاكر إن أنا قلت برضو مصاريف الجامعة هي ممكن تكون خبط ناس. بس there are means to fund this يعني البنوك بتدي line of credit. My experience was very smooth. الجامعات بترحب جدا بالprofessional degrees دي because they know how well they're paid after and how well they're compensated. فحاجة دايما يعني a mindset ممكن الواحد يبقى عنده ان هو بيبص فيها كinvestment لان لو واحد بص فيها كloss او كحاجة دي حاجة ممكن تخوفه أو تمنعه إن هو يجو all in towards his certification in Canada. Yep. أو it might affect his how he approaches. فتح العيادة دكتور هل غالي كتير في كندا ولا زي الميدل إيست تقريبا between 40-50,000 you can make a decent one. I'm not sure to be honest, but I know إن بيبقى فيه برضو line of credit بالنسبة للدنتال بروفيشنالز لو واحد عايز يفتح براكتس. بيروح لبنك they lend him a decent amount of طبعا money to cover his practice ويفتحه كل حاجة. يعني I can't give you an exact rough okay. number. It's a good question يعني بس so, yeah لأنه أنا بعرف إنه ما yes it's very okay. So my last questions يمكن ونحكي عن اللي كنتك تحكي عنه اللي هو الناس اللي specialist جايين من دول خارج كندا بس specialist already. اوكي. رفلي او سريعا تحكي لنا عن هدول شو ممكن يسوي. Sure. فال specialist بيبقى طريق تاني بيقدمه فيه لو اقدر افتح بس اللينك تو يعني confirm فدلوقتي ال dental specialty program ده بيبقى فيه جامعات معينة through the NDEB بتبقى معترف بيها بالاستشالتي دي and it's government recognized by البلد اللي هو جاي منها نفسه. يعني لو أنا جاي من مصر وعملت ماسترز في جامعة X وجامعة X recognized by the NDEB as a master's for the sake of the example masters of orthodontics for example ممكن ساعتها أقدر أعمل حاجة اسمها ال DSCKE which is the dental specialty core knowledge examination. Mm-hmm. And from this dental specialty core knowledge examination, في certain جامعات ممكن تقدم فيها على dental specialty assessment and training program. ما عنديش information قوي عن which جامعات and which program بتقدمه, but it has to be اختصاص من التسع اختصاصات أو الـ 9 specialization programs accredited by the NDEB. هم عندهم 9 specialties زي oral surgery for example, زي for example orthodontics, زي periodontology. It has to meet Endo, one of yeah, these okay. yeah, 9. Yeah. Mm-hmm. It's almost like the same thing in واحد هيعمل امتحان and then he has to be admitted
in another training program تبع one of the Canadian faculties of dentistries that offer a dental specialty assessment and training program after passing in which is very high exam. Demand عليها very high demand لأنك أنت بتتنافس مع كنديين هون كمان. I think so. And according to the NDB, it says that there are very few positions available in the DSATP. It seems that it's limited positions, but then again, we don't want to make it seem يعني as an obstacle or حاجة because it's not given the correct mindset and the correct approach with these exams. طيب ال بعد ما يخلص هيك بأخد شهادة من كندا إنه زي إنه trained في كندا وبأخد اللاينسز بعديها بقدم على اللاينسز صحيح بقدم على أوكي clear أوكي دكتور يعني إحنا كتير انبسطنا بوجودنا معك الوقت سريع جدا مر بدي أخذ منك دقيقة توجه رسالة للي بسمعك باللي بتحبه أو إشي إحنا نسينا نسألك عنه حابب تحط عليه هايلايت الجمهور وإحنا كنا أذانا صاغية يصير حرف يعني أنا جنري لو في حاجة أقدر أقولها إن when it comes to المعادلة والإكوفيلنتي usually it's best to you don't stick to word of mouth كتير ما تحسوش ان الموضوع ما يتعملش او الموضوع blocked او it seems challenging ما تخلوش الارقام والحاجات دي تخوفكم لان it's a very respected and well rewarded profession هنا في كندا والطريقة that they invest بيها into forming the professional ده it truly makes you love and appreciate the professional اللي انت فيها دي with the right mindset the right dedication the right protocol you should be reaching يعني on the track هذا بالضبط يعني طبعا نتمنى للجميع انهم يوصلوا لهذا الهدف اللي حاطينه لهم يوصلوا للمكان اللي بدهم يوصلوا زي الدكتور ما شاء الله عليه الله يعطيه الف عافيه أنا بشكرك باسم قناة كنار تي في على تشريفك لنا وعلى قبولك الدعوة هاي وإعطائنا وقتك الثمين باسم الجمهور برضو بشكرك بشكر جمهورنا على المتابعة والله يعطيهم ألف عافية حابب أذكركم بحلقات يوم غدا الساعة 5 حتكون عندنا أحلى مطبخ مع نادية الساعة 7 حنتكلم عن حديث الساعة وعن فتح دور العبادة حيكون معنا ممثل عن مساجد أوتوا وممثل عن كنائس أوتوا وكذلك أيضا حنتكلم الساعة 9 في جمال الصحة مع الدكتور محمود صوص عن آلام الجهاز العضلي في الجسد فتابعونا غدا بثلاث حلقات 5 و7 و9 وتصبحون على ألف خير